ابو عوف نزل معمول جديد باطعمه مختلفه، تعالوا نشوفها. معمول بالعجوه متغرق بره بالشوكولاته، معمول بالعجوه والقرفه، معمول بالعجوه بس، معمول بالعجوه متغرق بالشوكولاته البيضاء، كل واحده فيهم عامله 3.50 جنيه. فتعالى نشيلهم كده ونجرب اول حاجه معمول بالعجوه بس. ده معمول من ابو عوف بالعجوه بس. ده شكله، نفتح كده ونشوف من جوه شكله عامل ازاي. معمول عادي خالص، بتبقى شكلها عامل كده يعني، تبقى واحده بس كده، بتبقى جواها عجوه. تعالوا ندوق حته كده منها. بسم الله. دي شكلها من جوه. اول ما تحطه في بقك كده يا زميلي بيدوب كده قوي قوي في البق، طعمه حلو جدا جدا، والعجوه اللي فيه كتيره قوي. اصلا المزايا اصلا المعمول، الحاجات اللي بتبقى معموله زي دي كده يعني اللي اسمها معمول، ان هي انت بتاكلها وبتلكم بطنك على طول، يعني لو جعان او اي حاجه يعني فتقوم جايب لك يا باشا واحده ب 3.50 جنيه تاكلها تلكم على طول. شبهها ليا، بتبقى مليانه زبده ولا مليانه سمنه مش عارف بصراحه. المكونات دقيق قمح وشرشر اللبن، مش عارف ايه هو شرشر اللبن ده، وزبده زي ما قلت فعلا عشان الزبده دي بتلكم جدا جدا، وتمر فاخر طبيعي، وسكر فانيليا بقى وملح وحاجات كتيره جدا، ولكن معموله بالزبده علشان تشبعك يا زميلي على طول. تعالوا نجرب تاني حاجه اللي بالعجوه والشوكولاته. جواه في عجوه عادي خالص ومن بره متغرق بالشوكولاته. نفتح ونشوف يا زميلي. اوه ده شكله حلو قوي قوي. تعالوا ندوق كده. بسم الله. ده كده شكله من جوه. طعمه حلو قوي قوي، ولكن هو خفى طعم العجوه خالص، يعني انا ضايق بس في بوقي الشوكولاته، لكن مفيش طعم عجوه خالص في الحوار. فطعم الشوكولاته اقوى من طعم العجوه، فلو انت مش بتحب طعم الشوكولاته مع العجوه وكده يعني، او انت جاي اصلا مش هتحس بطعم العجوه خالص، فانا انصح باللي هو بالعجوه بس، عشان طعم العجوه كان حلو قوي قوي فيه. وتعالوا نجرب تالت واحد، العجوه بالقرفه. ده شكله من جوه. بسم الله. ده شكله من جوه. طعم العجوه باين قوي قوي فيه، وطعم القرفه جامده قوي، ريحته كمان قرفه. طعم القرفه فيه مش قويه قوي ان هي تلزعك كده او تخليك متضايق، لا طعم القرفه حلو قوي قوي، بسيط كده وسيمبل كده في الطعم، وطعم التمر هو اللي قوي جدا جدا، والاثنين ميكس كده عاملين شغل رايق جدا جدا. تعالوا ندوق اخر واحد اللي بالتمر والشوكولاته البيضاء من بره. اوه واو ده شكله. بسم الله. ده كده شكله من جوه. غريبه ولكن ده طعمه حلو قوي قوي، مع ان في شوكولاته وكده، ولكن طعم الشوكولاته البيضاء مش عارف، طعمها اخف بكتير جدا جدا، لايت جدا جدا في الاكل، طعمها لا يقاد يسكر اصلا، ولكن هي بتدي كده ايه حته كده تسكيره كده مع التمر جامده جدا جدا، عكس الشوكولاته الثانيه. الشوكولاته السوداء كان طعم الشوكولاته كان باين قوي قوي فيها، وكان مضايقني كده ومش مخليني اضايق طعم التمر خالص، ولكن دي طعم الشوكولاته فيها مظبوط جدا جدا، طعم التمر مظبوط جدا جدا، والطعم عموما كده حلو قوي قوي. فمعمول من ابو عوف، انا شايف ان هو سعره رخيص ب 3.50 جنيه، طعمه حلو جدا جدا، وعجبني الفكره يعني، لان اصلا ابو عوف هاي كواليتي يعني، بتعمل حاجات كويسه جدا جدا، واصلا قهوتي اصلا كلها اللي بستخدمها في المكنه من ابو عوف. فلا المعمول عجبني جدا جدا، شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100,000 في اقرب وقت، وعلى فكره هانت جدا جدا. وكالعاده دوس يا كوتش، سلام عليكم.